طب الثلاثه اللي قدامه لا هو هي 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 مم هي, هي صلاح مصطفى طبعا تريزيجيه تريزيجي سيبك اللي يقول لك ايه مرموش لما نزل كان كويس في والراس حربة وهو الراجل بيعشق طريقه لعب مصطفى محمد مم ممكن مصطفى يكون احنا في نظرنا مش كويس ونظر ليه احنا الفرد عايزين نجيبوا جون هجمات حتى الكره اللي جات له دي سهله بس هو عشان عامل مجهود جامد الراجل بيعتمد طبعا دفاعيا بيلعب 60% دفاعيا مصطفى و40% صح. انا وحظي قدام صح. بس هو عامل للراجل اللي هو عايزه محدش بيزيد من المساكين بينزل يضغط على رقم سته بينزل يضغط على الباك ليفت اه طبعا بيعمل فاولات غشيمه لان مش مكانه فكورتين او ثلاثه في الماتش اللي فات اللي هنا بقى يضرب في رجلين يعمل فاول فاللي حصلت هناك مشكله كبيره شو لك تفصيله عن تفصيله هجوم لمصطفى محمد معايا مهاجم كبير بقى حبيبي مصطفى محمد في كام كوره كده صلاح رفع عمله مم هو بيبقى واقف ورا المدافع ايوه ما بيسرقش كتير ايوه, أيوة هو بيعتمد على فكره ايه انا كده كده مصطفى محمد انا جنبي كويس ايوه أنا فتعدي انا هطلع اركب هاخدها ما بيسرقش المدافع زي ما بيقولوا يعني, مم يعني, مصطفى يعني مصطفى لا مصطفى صح, صح صح طبعا آه انا مصطفى بيستنى الكوره صح اسمها هي بتستنى اسمها بتستنى الكوره آه واحطها آه انما اقطع على القريبه دي محمد شريف هروح على ريبه واروح لفف كده ورايح على البعيده ده محمد شريف مم. ده حسام حسن, حسن عماد متي جمال ابو حميد شويه ولو ان جمال مصطفى زيش برضه جمال كان بيستنى الكور عشان عارف ان الجامب بتاعه يمكن شويه في لا ما كانش ليا لا اخطف بس برجلي آه. انما هيدرز لا آه. آه. لا انا مش فارق معايا الهيد كمان آه. فكره الخط انك تخطف المدافع يعني دي نقطه مهمه جدا لاي مهاجم اه مصطفى عشان برضه كشمانه فالستارت عنده ضعيف شويه عشان م. ياخد السبرنت الصغير قبليه م. هو تحس ان مصطفى برضه متكتف يعني هو ستايل جسمه كده عكس اللعيب اللي بيبقى خفيف ممكن ما بيلعبش كويس ودماغه كويس آه بس بيروح خاطف بالظبط هي دي النقطه دي مهمه بس انا بقول لك دور مصطفى الراجل عنده نمره واحد ممكن مرموش ينزل وهو فايق م. يفوقك ممكن احمد زيزو بقول لك حاجه كابتن م. عبد الجيل في مصطفى محمد يعني كابتن كان رايه انه كابتن يحكي معاه على وقال انه مصطفى ممكن ما يبداش المباراه بس الاسباب غير اللي هقولها لك دي انا رايي انه مصطفى ممكن يقعد على الدكه مش عشان هو قليل ومش عشان هو مش جاي مش عشان اي حاجه عشان سيناريوهات المباراه م. قدر الله لا قدر الله تاخرت في المباراه هتبدا في وقت من الاوقات تبدا تعمل كور عاليه م. تبدا تعمل كورات عرضيه كتير فمش عايز لو لا قدر الله المباراه تازمت يكون مصطفى خلص البنزين اللي عنده وتعب فنزله جاهز بقى يروح خاطف واحده سيناريوهات بص هو آه ده ده سيناريو برضو ممكن آه. ولكن انا آه بقول لك الراجل ما بيغيرش طريقه اداؤه آه يعني مش اللي انا هعمل زي ماتش نيجيريا اجيب صلاح هنا والعب مهاجم وادخل م. صلاح شويه لا فيرو وأطلع ده, أطلع ده. مش هيعمل كده هو الراجل خلاص حط ايده انا بقول لك هو هو التشكيل لولا الاصابات ما كانش هيغير حد اللعيبه التغييرات معروفه ودايما هو بيخرج مصطفى محمد اخر ربع ساعه كسبان خصام بيخرجه صحيح ويعني يعني هي بيعتمد على حته مروش بينزل فايق يجي سرعات من تحت صحيح يا اما انا بقول لحضرتك هي التشكيلات دي هي نعدي نص ساعه او الشوط الاول يا كابتن صفر صفر هنجيب ممكن تخطف وممكن تفضل مقفل وكان الله بالسر عليه بس هي الكره عايزانا 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 او الجمله دي اختم بيها والله اختم بالكره عايزانا